قضايا ساعة، برنامج حواري يعنى بالملفات الراهنة والقضايا التي تهم المجتمعات، تقف عند الأسباب، تفصل فيها وتقترح الحلول. من قضايا الساعة مع رضوان حرياتي عبر أمواج إذاعة الجزائر الدولية. من إذاعة الجزائر الدولية، أهلا بكم في برنامج من قضايا الساعة. عدد اليوم مخصص للارتباط التاريخي والديني والثقافي والسياسي لدول الساحل ودور الجزائر في المساهمة في أمن المنطقة. لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف لكم الدكتور بزاز الخميسي، الأمين العام لرابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل، والدكتور رابح العروسي محلل سياسي، ومن أدرار عبر الهاتف البروفيسور والروائي حاج أحمد صديق مدير مخبر سرديات الصحراء. إذن دول الساحل التي ارتبطت بالإرهاب، الجريمة المنظمة، التوترات الطائفية، التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الثالوث القاتل، الفقر، المرض، الجهل. نبدأ بالارتباط الديني لهذه الدول، والدكتور بزاز الخميسي الأمين العام لرابطة علماء دعاة وأئمة دول الساحل. إذن هذه الدول انتشر فيها الإسلام منذ القرن الأول والثاني للهجرة، حيث أسس هناك أعظم المماليك منها مدينة طومبوكتو، لأن الاستعمار ضرب الهوية وصور هذه الدول على أنها بدوية بدائية. اليوم منطقة الساحل تزال متمسكة بالدين، والدليل ارتباطها بالمدارس والمعاهد القرآنية لتكوين وتدريس القرآن وأحكام الدين. في هذا الجانب سيدي الفاضل، ماذا قدمت الجزائر؟ شكرا، بارك الله فيك في البداية أستاذ حرياتي على هذه الدعوة الكريمة، ويسعدني أن أتواصل من خلال هذا المنبر مع الإخوة المستمعين الكرام، وأحيي الدكتورين الفاضلين لنتشارك هذا الموضوع المهم والمهم للغاية. الحقيقة الحديث على منطقة الساحل، على دول الساحل، هو الحديث على الامتداد الطبيعي للدولة الجزائرية التي لها حدود كبيرة جدا مع عدد من هذه الدول، وحتى الدول التي لا نملك معها حدود جغرافية نحن نملك معها هذا التواشج. نعم. العقدي المهم جدا. نحن نتحدث على منطقة دخلها الإسلام انطلاقا من الجزائر. نعم. نحن نتحدث على منطقة عرفت الإسلام من خلال الفتوحات الإسلامية التي قادها فاتحون من الجزائر، وأنت تحدثت على بعض الممالك الكبرى التي قامت في هذه المنطقة من العالم الإسلامي، لأن هذه المنطقة تنتمي إلى هذا العالم، العالم الإسلامي. كثير من الناس يصورون إفريقيا على أنها القارة السوداء، القارة السمراء. الحقيقة إفريقيا هي القارة التي نجد فيها بأن الدين الإسلامي هو دين الغالبية العظمى من سكان القارة. لا توجد قارة عدد سكانها من المسلمين هو الأكبر إلا قارة إفريقيا. فهذه الدول، دول الساحل، ارتبطت بالإسلام الذي جاءها من الشمال، جاءها من الجزائر وبلاد المغرب بشكل عام، وقد عرفت نوع من التدين ينسجم تماما مع التدين الذي عرفته الجزائر والمنطقة المغربية بشكل عام. أتحدث ها هنا على ارتباطها بالمذهب المالكي. نعم. أتحدث ها هنا على ارتباطها بالعقيدة الأشعرية. أتحدث ها هنا على بعد مهم جدا وهو البعد الصوفي. فهذه المنطقة منطقة معروفة بأن هناك نزعة صوفية قوية جدا لديها،
وكثير من 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 أتباع الدين الإسلامي تجدهم في العام الغالب ينتمون إلى طرق صوفية. نعم. هذه الطرق الصوفية منشأها من الجزائر، منها التيجانية، خاصة التيجانية. نعم. لأننا نتحدث هنا على واحدة من أهم الطرق الصوفية الموجودة في إفريقيا، ولا شك أن المشاهد والمتابع يلاحظ بأن الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ التيجاني بن العرابي عندما يذهب إلى هذه الدول يستقبل استقبالات رسمية ولكن استقبالات شعبية عارمة جدا. نعم. نجد بأن الملاعب تمتلئ لكي تحتضن هذه الشخصية الدينية، هذه الشخصية الرمزية التي تذكر بمنشأ هذه الطريقة، الطريقة التيجانية التي تنسب إلى الشيخ أحمد التيجاني الذي هو جزائري المولد والمنشأ والتنشئة. فعين ماضي بالنسبة لهؤلاء تمثل رمزية كبيرة جدا. فإذا الامتداد الديني في هذه المنطقة هو امتداد ينسجم مع المرجعية الدينية التي يعرفها الجزائريون، فنحن نعم. من هذه الناحية في تناغم كبير جدا الوسطية نعم. مع كل هذه الدول التي عرفت لون من التدين اتسم بالوسطية والاعتدال، وكان أحد أهم أسباب تحقيق السلم والأمن في هذه المنطقة، إلى أن جاءت دعوات جديدة وإلى أن جاء منطق جديد وفكر جديد وافد على المنطقة لم تعرفه المنطقة. نعم. فيما مضى في تدينها هنا كيف حصل التغير؟ قلت ما أنه هذه المنطقة مثلها مثل دول المغرب العربي، جاءها الإسلام ولديها الوسطية في الدين، من أين جاء التطرف في هذه المنطقة؟ طبعا أنا قلت بأن هذه الأفكار أفكار وافدة وفدت إليها من جهات أخرى. أنت تعرف بأن بعض الأفكار قد تنشأ نشأة طبيعية ويحدث تغير في ملمح الفكر، ولكن أحيانا قد تكون هذه الأفكار صانعة لتحقيق أغراض معينة. نعم. مع الأسف هذا الفكر العنيف بمعنى أنه دخلت أجندات أجنبية من أجل بث مثل هذه الأفكار المتطرفة والغلو الذي يتابع الساحة الآن في هذه المنطقة من العالم يدرك جيدا بأن هناك يد هي التي تحاول من خلال الدين والممارسة الدينية أن تستثمر في الانتماء الديني وفي تدين الناس حتى تذهب بهم إلى طرق جديدة لم تعرفها المنطقة في التدين، وهي طرق تتسم بالعنف والإرهاب. ولا شك أن هناك أجندات تخدم دول معينة من شأنها أن تغذي مثل هذا التوجه وأن تحافظ عليه، لأن مبررات تواجد الآخر الغريب الأجنبي إنما توجد في حالة لا استقرار ولا أمن التي يجب أن تكون في المنطقة. نعم، على ذكر لا استقرار ولا الأمن أطرح عليك سؤال دكتور رابح العروسي المحلل السياسي. إذن الجزائر، ليبيا ومصر لديهم مهمة حماية العمق لأنه لديهم حدود مع دول الساحل. حماية العمق يتطلب تعاون وتنسيق بين هذه الدول ودول المعنية. في رأيك هل الآن الجزائر وليبيا ومصر تستطيع صد هذه الهجمات التي تعمل من أجل لا استقرار المنطقة وبذلك نهب خيرات المنطقة؟ تحية طيبة لك الأخ رضوان والدكتور الفاضل، سعيد بلقائك معكم اليوم في موضوع لا يقل أهمية، وخاصة أن المنطقة اليوم منطقة الساحل تعرف نشاطا كبيرا. أعتقد نفتح جزئية ما يميز لمنطقة الساحل، هناك مسألتين هامتين. المسألة الأولى تتعلق بالنشاط الإرهابي الذي أصبح ملاذا كبيرا في المنطقة، وبالتالي أصبح يتغذى بقوة في هذه المنطقة. الأمر الثاني بسبب التجارة غير الشرعية المتعلقة بالجريمة المنظمة، متعلقة بالهجرة الشرعية، المخدرات، تجارة البشر، كلها يعني ظواهر أصبحت تنخر الساحل الإفريقي. نعم. الآن هذه كلها تشكل تهديدا كما قلت للعمق المتعلق بالجزائر وحتى مصر وحتى ليبيا، لأنه اليوم المسألة تتعلق بأنه هذه الظواهر أصبحت اليوم عابرة للحدود. اليوم نتحدث على كيف يمكن أمنة الحدود الجزائرية الليبية المصرية مع شرط الساحل الإفريقي. اليوم يتعلق
بكيفيه انه نضع حدا او نضع استراتيجيه او مقاربه كمقاربه استباقيه حتى يمكن يعني التوقيف او الحد من هذه الظواهر التي تعتبر غريبه على المنطقه، خاصه في وجود بعد ديني قوي كما تفضل الاستاذ الذي يقوي شوكه الداخل العمق الافريقي حتى يكون لحمه واحده. الان اعتقد المفارقه العجيبه ايضا الموجوده هي انه وجود العامل الخارجي، وجود الفواعل الخارجيه، اللاعبين الدوليين وما عثوا فسادا في بين قوسين وما هندسوا لتشتيت تقسيم مقسم وحتى لا يكون هناك استقرار كجبهه قويه في الساحل. اليوم لا نذهب بعيدا، ما تركه التواجد الفرنسي في مالي على سبيل المثال الحصر، وخروج الماليين في مظاهرات ينادون بانسحاب الجيش القوات الجيش الفرنسي من مالي لم يأتي من العدم، لأنه يعني في الوقت الذي رفعت فرنسا الشعار أن تدخل إلى مالي من أجل مكافحة الجماعات الإرهابية تبين أنها عمقت الفجوة من كبير، وخاصة في إطار البعد التنموي ما بين جنوب وشمال مالي. اليوم المقاربة التنموية التي أصبحت غائبة اليوم في الساحل الإفريقي غذت هذه النعرات، غذت هذه الخلافات، وغذت هذه الشبكات. وبالتالي اليوم ضروري على الدول مثلا كالجزائر وليبيا ومصر أن تقوي التنسيق الأمني من جهة، وأيضا أن تشتغل على مقاربة أمنية تقوم بتفعيل ما يسمى بالتعاون البيني من جهة، وأيضا تقوية التعاون الحدودي، التعاون الاقتصادي التنموي، لأنه اليوم الإشكال الكبير اليوم في الهجرة الشرعية، الدول كشمال إفريقيا مثلا كالجزائر وكليبيا وكمصر يعني غزو كبير للأفارقة لهذه البلدان. نعم. الذي إن دل على شيء دل هو على هروبهم من واقع معين جعلهم يعني الهجرة غير الشرعية. وعلى ذكر الهجرة غير الشرعية معنا من أدرار عبر الهاتف البروفيسور والروائي حاج أحمد صديق الزيواني، وهو مدير مخبر سرديات الصحراء، كاتب عربي يدخل الرواية العربية بنص إفريقي وهو غير معهود في الروايات العربية. لديه من أعماله مملكة الزيوان ورواية كامراد، رحلاتي لبلاد الصفانة، ورواية منا قيام شتات الصحراء. سيدي الفاضل أرحب بك. مرحبا سيدي الفاضل، أنت روائي كتبت في كتبت على الهجرة غير سرية، وكنا نتحدث الآن الهجرة عفوا السرية والغير شرعية، ولديك رواية كامراد الرفيق، وهي تحاكي هجرة شاب إفريقي إلى جنة الفردوس، ومنها يلتقي هذا الشاب الإفريقي بشخص أوروبي وهو يعتبر أن أفريقيا هي جنة الفردوس. قمت بمقاربة، أين هي جنة الفردوس في النهاية؟ نعم قبل هذا تسمعني؟ نعم تفضل دكتور بروفيسور. نعم قبل هذا بودي اولا انه ارتباط الجزائر بالجوار الافريقي ارتباط تاريخي، هذه اولا يعني كمرجعيه تاريخيه نعرفها بحكم ان منطقه سوات التي تنتمي اليها ولايه أبرار كانت مركز من مراكز القوافل التجاريه التي كانت تاتي من الجنوب باتجاه الشمال او باتجاه من الشمال باتجاه الجنوب باعتبار أن تمنطيب كانت حاضرة من الحواضر. طبعا عندما نتحدث عن علاقة الجزائر بالجوار الإفريقي، ربما أول شخصية ربما جزائرية كانت لها أيادي بيضاء على هذه المنطقة هي شخصية الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي، بحيث أن هذه الشخصية طبعا كانت له لقاءات أولا مع أمير مملكة سنغاي الحاج محمد أسكيا، بحيث نظر له أسس دولة سنغاي التي كانت عاصمتها أنذاك غاو، وكذلك لقائه مع أمير مملكة الهوصة محمد بن يعقوب. طبعا كذلك طلبه في أن يكتب له رسالة في شؤون الإمارة. بطبيعة الحال إضافة إلى أحمد التيجاني وكذلك قبيلة كونتا هي الأخرى التي لها امتدادات تاريخية بين توات وبلاد الساحل. طبعا لما نرجع إلى
قضية المقاربة الروائية أو التخيلية لجوار الإفريقي. طبعا آخر رواية كتبتها وصدرت لي في 2021 هي منا وهي كلمة تركية معناها الجفاف. منا قيامة شتات الصحراء. طبعا انطلقت من خلفية جفاف 1973 الذي ضرب صحراء شمال مالي وأهلك الحرث والنسل وقضى على المواشي، بحيث طبعا هذا الجفاف أجبر الساكنة هناك والمترحلة على أن تقوم بهجرة قصرية نحو دول الجوار، منها إلى بوركينا فاسو إلى موريتانيا إلى الجزائر، ومن الجزائر إلى موريتانيا والنيجر وغيرها، ومن الجزائر إلى ليبيا والنيجر وغيرها من دول الجوار. طبعا في هذه الرواية طبعا هناك البطل وهو بادي ترقي، طبعا ينتقل طبعا كما تعلمون أنه في نهاية يعني في بعد الجفاف كان هناك نزوح إلى الجزائر، كما كان هناك نزوح إلى النيجر وإلى بوركينا فاسو وإلى موريتانيا. طبعا الجزائر فتحت لهؤلاء الذين هاجروا من جحيم الجفاف مخيمات ومعسكرات لغاتا بمدينة برجي مختار كما هو معروف. طبعا الرواية الثانية وهي رواية كامراد. طبعا رواية كامراد التي قبلها والتي صدرت لي في 2016 تحاكي مشكلة الهجرة غير الشرعية أو الهجرة للأفارقة نحو الفردوس الأوروبي. طبعا بطل هذه الرواية هو ممادو، ينشأ في حي شعبي بمدينة نيامي وهو حي جمكالي، ثم يفكر مع مجموعة من رفاقه إلى الهجرة طبعا عن طريق صحراء الجزائر. طبعا ممادو يأتي إلى مدينة عين قزام، ومن عين قزام إلى طمراس، ومن طمراس إلى أضرار، ومن أضرار باتجاه مدينة مغنية، ومن هناك يتسلل إلى الحدود المغربية، ومن الحدود المغربية يحاول أن يتسلل إلى سبتة وبليلة، ومنه إلى الضفة الشمالية للمتوسط. نعم سيد بزاز الخميسي، رئيس الأمين العام لرابطة علماء ودعاة أئمة دول الساحل، قلنا أنه هذه الحاضرة التاريخية تومبوكتو هي كانت بمثابة منارة إسلامية في وقت ما، وكذلك كان هناك حاكم أو ملك عرف بارتباطه بالدين. هذا الملك يعتبر من أشهر الأغنياء في تاريخ البشرية، هو إبراهيم منسي. قدم كذلك إلى هذه المنطقة الكثير من الأمور. بارك الله فيك تكساها. والحقيقة يجب أن نقول بأن الارتباط الجزائر بهذه المنطقة كما ذكرت في البداية أستاذ حرياتي ارتباط جوهري، بمعنى أنه ماضينا وحضرنا ومستقبلنا مرتبط بهذه المنطقة، ومن هنا كان التوجه لتوثيق هذه الصلة بهذه الجهة من القارة الإفريقية. وأعتقد أن نشهد في الجزائر على الأقل في السنتين الأخيرتين نعم توجه مبرمج إلى استعادة هذا الألق التاريخي، ولكن أيضا إلى استعادة الوجود الجزائري في هذه المنطقة، لأن الوجود الجزائري في هذه المنطقة مشاهد وملموس في كل مكان. عندما تذهب إلى إحدى دول الساحل ستجد في تركيبة البشر الذي يسكن في هذه المنطقة وناس لهم ارتباط كبير جدا بالجزائر، من حيث أنهم كانوا طلبة تكونوا في مختلف المدارس الجزائرية، أو تجد هذا الارتباط من حيث الشعور بالانتماء والاعتزاز بالجزائر التي أعطت النموذج للدول الإفريقية في التحرر في إفريقيا ككل. ونحن في رابطة الساحل عندما ننتقل إلى هذه
الدول. هل لاحظتم أنه هناك تغير عفواً من خلال ارتباط الأئمة والذين درسوا هنا في الجزائر؟ هل أصبح هناك تغيير بالنسبة لهذه المنطقة في مفهوم الإسلام؟ خاصة أنه كانت لديهم ارتباطات بعادات إفريقية مختلطة يعني. نعم. هو الارتباط هؤلاء الأئمة والذين يشكلون النخبة الدينية بشكل عام. نعم. في منطقة الساحل بالجزائر ارتباط قوي. سببه أولا أن بعض هؤلاء الطلبة أو بعض هؤلاء الرموز الدينية كان لهم دراسة في الجزائر من خلال معاهد تكوين الأئمة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أو من خلال الجامعات الجزائرية التي كونت بعض هذه النخب العلمية. ولكن لسنا وإحنا وحدنا في الميدان، بعض هذه النخب تكونت في بعض البلدان المشرقية وعادت من هناك بثقافة تختلف في بعض تفاصيلها عن الثقافة الأصلية التي كنا نتحدث عنها بداية، وهي الثقافة المرتبطة بالمذهب المالكي. ولكن قلت التوجه الرسمي الجديد في الجزائر هو الذي راح يعزز هذا التواجد وهذا التوجه إلى الى الى الاستثمار في هذا المشترك الذي يجمعنا، وهي هذه المرجعية الدينية التي تجمع كل هذه الدول، دول الساحل الإفريقي. وهذا الأثر هذا نجده في كل نقاش وفي كل جلسة علمية تعقد في هذه الدول، نجد هذا التقاطع. نعم. مع هذا الموروث الذي يظل قويا وأصيلا في هذه المنطقة. عدد الأشخاص الذين درسوا من هذه الدول في الجزائر يعد بالألاف في مختلف التخصصات، في كل التخصصات. وكثيرا ما صادفنا أناس لا علاقة لهم بالملتقيات التي نعقدها، ولكننا نجدهم يتحدثون الجزائريا ويعرفون بعض المدن الجزائرية الداخلية معرفة دقيقة جدا، بل يتحدثون باللهجة الجزائرية. وهذا دليل على أن هناك استثمار قوي جدا بذلته الدولة الجزائرية في هذه المنطقة من العالم، وعلينا أن نرعى هذا النبت الذي غرسناه والذي حرصنا على أن نكونه دون رغبة في كما قال بهذه المجهودات. دون طمع. نعم، بهذه المجهودات دكتور الخميسي، بمعنى أنه وصلنا الآن أنه الخطاب المسجدي في تلك الدول هو خطاب وسطي. الخطاب الموجود في هذه الدول في العام الغالب في العام الغالب هو خطاب يتسم بالوسطية والاعتدال. نعم. وحتى نقوي هذه الروابط مع هذه الدول، الجزائر تملك مشروع لكي تحتضن هذه النخبة الدينية العالمة في هذه الدول. وأنا لا أذيع سر عندما أقول بأن الجزائر بصدد بناء معهد ومركز ثقافي إسلامي في دولة النيجر الصديقة المجاورة. نحن بصدد بناء معهد كبير جدا في أغاداس، وكل الإجراءات الخاصة بالتحضير لإنشاء هذا المعهد تمت. أغاداس بالنيجر. في أغاداس بالنيجر. نعم. وهذا المعهد سيكون الحقيقة فضاء مهم جدا لاستقطاب النخبة الدينية في كل المنطقة، أو على الأقل جزء من هذه المنطقة. هذا المعهد شبيه بمعهد عين الماضي أم هذا أكبر؟ هذا معهد أكبر من معهد عين الماضي، لأنه لديه فضاءات أخرى غير الخدمة الدينية البحتة، فهو يحاول أن يقدم خدمة اجتماعية أخرى. نعم. تجتمع فيها معنا بعض الوزارات كوزارة الصحة مثلا، لأنه هناك خدمات أخرى ستقدم. عندما ينجز هذا المعهد سيكون إن شاء الله محضا مهم جدا لكي تكون هذه المرجعية الدينية التي قلنا بأنها. كم يستغرق الوقت لإنجاز هذا المعهد؟ لن يكون وقتا طويلا. بمجرد ما يوضع الحجر الأساسي ستقوم المؤسسة المشرفة على الإنجاز في إنجازه في وقت قصير جدا، لن يصل إلى السنتين.
نعم، أنتقل إليك دكتور رابح العروسي. الآن نشهد في العالم تفاقم الأزمات، من بينها أزمات كامنة وهناك أزمات ساخنة في الوقت الحالي كالأزمة الروسية الأوكرانية. هل هذه الأزمة والصراع بين الشرق والغرب سيؤثر على منطقة الساحل؟ خاصة نعم. إنه هذه المنطقة محل أطماع. نعم نعم نعم, نعم هو صحيح. اليوم الجزائر وجدت نفسها في ارتباط أمني حقيقي مفروض عليها، وسيما تكملت ما تفضل به الأستاذ بزاز. أعتقد تعلق الأمر بحاضنة دينية موفقة إلى حد بعيد من خلال إيجاد يعني إطار واضح يجمع المقاربة الأمنية المقاربة الدينية عفوا. في المقابل أيضا أعتقد الجزائر لن تبخل ولن ستقول ولن تتخلى على الدور المتعلق بالمسألة الأمنية، وخاصة اليوم أنه أمن منطقة الساحل من أمن الجزائر. وبالمقابل أيضا اليوم في ظل التحديات التي يعيشها العالم اليوم وما تعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أعتقد اليوم هناك توافق كبير لدى قادة العالم وحتى الأفارقة اليوم على أنه ضروري نتجه يوم بعد يوم نحو بروز أقطاب جديدة تشكل مهندسة النظام الدولي الجديد. اليوم لا يبقى الحديث على وجود قطبية واحدة. في الوقت نشهد اليوم صعود دول مثل الصين روسيا يعني أقطابين اليوم تريد أن تجد مكان لها في الساحة الدولية حتى تحد من مسألة الأحادية القطبية وهيمنتها خاصة الغربية، لأنه اليوم الحرب الروسية الأوكرانية ليس حرب بعينها روسيا أوكرانية وإنما حرب روسية مع الغرب، لأنه اليوم نجد هناك تحالف كبير وقوي من خلال الترسانة العسكرية، من خلال التموين بالأسلحة للجيش الأوكراني من طرف الغرب، من خلال مدخل حلف الناتو. أعتقد الآن أصبحت الساحة مفتوحة على أن التجاذبات اليوم تصنع وتجد نفسها أين يعني ما كانت الساحل الإفريقي وما كانت إفريقيا ككل ككتلة واحدة كجسم واحد من خلال المعادلة الدولية الجديدة. اليوم التوجه الجديد ضروري يتم تقوية اللحمة الداخلية. في الوقت الذي كان هناك جهود كلحمة دينية كمقاربة دينية، ضروري أيضا أن يعي أفريقيا كجسم واحد من خلال منظمة الاتحاد الإفريقي حتى مجموعة الإكواس أن تعي جيدا أنه اليوم ضروري أن يكون التكتل والتعاون أكثر وقت مضى حتى يمكن يعني مواجهة على الأقل يتكون لكم مكانة لهم أو صوت لهم على المستوى الدولي، لأنه في الآخر اليوم لا مكان للضعيف ولا مكان لغير التكتلات. كل الدول العالم اليوم تتجه نحو التكتلات من أجل ماذا؟ من أجل المصالح المشتركة. وأنا أعي جيدا أن الأفارقة يعون جيدا أين هي مصالحهم المشتركة في الوقت الذي نشهد هناك التعاون شمال جنوب في إطار مصالح ضيقة. ضروري اليوم أن يتم تقوية التكامل الداخلي، التعاون الداخلي، تعاون جنوب، وخاصة اليوم الجنوب الإفريقي لديه من الخيارات ومن المؤهلات التي تؤهل إفريقيا أن تكون قوة في العالم جانب القوى الأخرى. نعم، أنتقل إليك البروفيسور وروائي حاج أحمد صديق الزواني مدير مخبر سرديات الصحراء. كيف يتم حماية الموروث المادي واللامادي المشترك لهذه الدول؟ طبعا فاتني يعني في التدقق الاول، وهو انه الجزائر يعني ادركت مدى اهميه الجوار الافريقي وصروقات العزله في البلاد، يعني في الحقيقه تفكر بجديه في الالتفات الى هذا الجوار الافريقي ومحاوله لم شتته، ولعل ذلك ولعل اكبر على ذلك هو الملتقى الدولي الذي سوف يعقد في يوم 12 ديسمبر بالجزائر العاصمة، وعنوانه الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي، وتحت عنوان الحوكمة ودورها في استقرار المجتمعات الإفريقية. طبعا بالنسبة لي قبل ما نتحدث عن دور التراث اللامادي والمادي في لملمة الشعوب الإفريقية، طبعا لا يمكن فهم يعني الراهل الإفريقي أو تفكيك الراهل الإفريقي دون الرجوع إلى نظريات ما بعد الاستعمار. طبعا الإشكالية التي تعاني منها الدول الإفريقية وهي مشكلة استعمارية بالأساس، ولعل الأطروحات السياسية التنظيرية التي قدمها فرانس فانون وإدوارد سعيد في نظرية ما بعد الاستعمار والنظرية التي أتى بها جوزيف باي حول الدولة الناعمة، طبعا هذا المكون
الجنسياتي الذي تمر به المرحلة. طبعا أتى بعد لأننا لا يمكننا أن نفهم الراهن دون الالتفات للوراء. طبعا الدول الإفريقية مرت بمرحلة صعبة وصعبة جدا، وهي أنه بعد نهاية حروب أفغانستان طبعا نظرا لوجود حدود ممتدة في هذه الدول ونظرا لوجود إمكانيات طبيعية هشة لهذه الدول، طبعا إضافة إلى هذا من المخلفات الاستعمارية أنه الفرد الإفريقي غذي من طرف الاستعمار على مفهوم القبيلة أو مفهوم العرقية. طبعا أنا زرت العديد من الدول الإفريقية منها مالي والنيجر وبوركينا فاسو. طبعا هذه الدول تجد أن دينية الإنسان الإفريقي مرتبطة بعرقه، مثلا الهوس الإنسان الذي يرتبط بقبيلة الهوسة سواء في النيجر أو في مالي تجد أكثر ارتباط بالقبيلة أو بالعرق أو بالإثنية أكثر من ارتباطه بالدولة التي ينتمي إليها، وبالتالي هناك إشكالية عند هذه المجتمعات التي ربما من رواسب الاستعمار أو مخلفات الاستعمار، يعني تغذية أو صناعة أو قولبة الدينية الإفريقية. نعم. أن الإنسان الإفريقي يرتبط بالقبيلة وبالعرق أكثر من ارتباطه بالدولة التي ينتمي إليها. طبعا هذه الأمور طبعا أعتقد أنه الأطروحات السياسية والجيوسياسية في البلدان الإفريقية أدركت مخلفات الاستعمار. طبعا الآن هناك توصل إلى تجاوز هذه التعصبات الاستعمارية التي ربما عانت منها الدول الإفريقية، والآن الدول الإفريقية والجزائر يعني هناك حتمية يعني فرضتها السياقات التاريخية الراهنة، يعني في ظل التكتلات كما سبق الأستاذ خميسي في تدخله، طبعا التكتلات الإقليمية والدولية تفرض على إفريقيا أن تتكتل وتحاول أن تلملم شتاتها على الأقل في ظل هذه التحديات. نعم. طبعا أعود إلى سؤالك وهو دور الموروث الشعبي المشترك. طبعا حماية حماية الموروث الشعبي المادي والمادي، التدخل الارتباطات التاريخية بين الجزائر وهذه الشعوب قديمة وقديمة جدا، وطبعا لعل التجار الذين كانوا يذهبون من سوات إلى بلاد السودان الغربي كما كانت تسمى أنذاك طبعا ذهبوا بعربيتهم بإسلامهم بتصوفهم بموروثهم الثقافي. طبعا هذا الموروث الثقافي هناك طبعا نحن في توات هنا لدينا مثلا في التراث المادي مثلا الققاب وهذا اللامادي الققاب وهذا أو يعني تقسيم الطقوس الاحتفالية التي يقوم بها البعض هنا عندنا لها جذور تاريخية ممتدة من إفريقيا، بمعنى أن هناك موروث مشترك بين الجزائر وبين هذه الشعوب. نفس الشيء هناك موروثات طبعا بطبيعة الحال لأنه الحجاج الذين كانوا يمرون على طمنطيط وعلى سوات يمكثون مدة هنا في المنطقة، وبالتالي تلك الموروثات يأخذونها معهم في الوعي وفي اللاوعي. طبعا هناك أشياء تحدث لي المسافر الذي يمر في بلدة من البلدان أو في بلدة من البلدان، طبعا هناك أشياء يحملها معهم في اللاوعي. طبعا هذا اللاوعي بروفيسور أضطر لمقاطعتك لأنه الصوت لا يصلنا جيدا، خاصة أنه نتمنى إصلاح هذا العطب التقني من الزملاء. دكتور بزاز الخميسي الأمين العام لرابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل، البروفيسور حاج أحمد صديق قال أنه الإنسان الإفريقي في هذه الدول مرتبط بقبيلته أكثر من أن يكون مرتبط بدولته، وهنا عائق آخر وهاجس آخر تعمل عليه الشريعة الإسلامية من أجل أنه توحيد هذا الفكر أنه الدفاع عن الوطن. بارك الله فيك تكسحة. فعلا الذي يلاحظ الارتباط الشعوري لكثير من شعوب القارة
يلاحظ بأن العصبية القبلية قوية وقوية جدا، بحيث يمكن أن تكون هذه العصبية أقوى عند بعض الأفراد من الانتماء إلى الوطن. وأعتقد أن هذا ليست خاصية إفريقية فقط، فقد وجدناها في بعض الدول الأخرى غير الإفريقية. وأعتقد أن هذا أحد التحديات التي يجب أن تعالج في هذه القارة التي تشكو من كثير من الأمراض كما ذكرت في البداية. وأنت تقدم إلى هذه الحصة، فالقارة عللها كثير جدا، لشك أن بعض العلل مرتبطة بحالة اللاوعي اللي موجودة عند كثير من هذه الشعوب، والتي لا تعي كثير من التحديات وكثير من الأشياء التي يراد أن تزج بها هذه الدول. أنت تحدثت منذ قليل وتحدث الأستاذ على الاستقطابات الحاصلة الآن بسبب هذه الحرب البعيدة والبعيدة جدا على هذه المنطقة، ولكن الاستقطاب موجود وموجود بقوة، بحيث أن هذه الحرب الواقعة في هذا الجزء من القارة الأوروبية أصبح الحديث فيها على الاستقطاب الديني ومحاولة إغراء الشباب بأن المعركة قد يمكن أن تكون معركة إسلام مع جهة أخرى مناوئة للإسلام. والحقيقة هذا يدل على أن هناك مخابر قوية جدا تعمل لتشوش على كثير من الموروث، ولكي تشوش على حالة الاستقرار والأمن التي تعيشها بعض الدول، وهذا ما يجب أن نحذر منه. شو مثلا بالنسبة لهذا الارتباط بالوطن، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر من مكة إلى المدينة كان أول شيء حاول أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط به الفرد هو محاولة كسر هذا الانتماء للقبيلة والتعصب القبلي الذي لا ينفتح على الحق وعلى العدل. فكان أول شيء اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في البيعة، قال لهم وأن تسمعوا وتطيعوا. كلمة وأن تسمعوا وتطيعوا هو كسر لبعض السلطة التي كانت موجودة من ذي قبل، وهو سلطة الانتماء للقبيلة والانحياز إليها مهما كان الموقف الذي اتخذته هذه القبيلة. وكان هذا أحد الأسس الذي بنيت عليه الدولة الإسلامية أول مرة. وفي الحق هذا ما غذته فرنسا سواء حتى عندنا في الجزائر، يعني الجهوية المقيتة. لعلاش؟ لأنه الاستعمار عنده سياسة واضحة، هي فرق تسد. محاولة خاصة أن الاستعمار الفرنسي معروف أنه يضرب الهوية، يعني من الاستعمارات الإجرامية في العالم. صحيح. هو 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 استعمار لا يكتفي فقط بأخذ ثروات، وإنما يحاول أن يهدم يحاول يهدم كينونة المجتمعات، ومحاولة كسر منظومات القيم عند الأفراد، ومحاربة اللغة ومحاربة الدين. بمقابل ذلك سيد بزاز، الاستعمار الفرنسي تحدث عن الاستعمار الفرنسي لأنه تواجد في هذه المنطقة سواء عندنا في الجزائر أو في دول الخمس. هذا الاستعمار يشكك في الهوية ويضرب الهوية، ولكن في المقابل يسرق تراث هذه المناطق، منها المخطوطات التي كانت في تومبوكتو. صحيح. وفي أدرار. فعلا أنت تحدثت على موضوع مهم جدا، وهو أنك تحدثت على حاضرة مهمة جدا من الحواضر الدينية في القارة الإفريقية، وهي حاضرة تومبوكتو التي كان أشهر ما يميزها هو هذا الموروث الثقافي الهام جدا الذي كان تسخر به هذا المنطقة، والذي كانت تمثل فيه المخطوطات الدينية والمخطوطات الإفريقية بشكل عام أحد الخزائن الكبرى جدا الموجودة في العالم. ولكن مع الأسف عن طريق الإرهاب وباستعمال الإرهاب تم سرقة
وتدمير هذا المخزون نعم. الكبير جدا. وما حدث في 2011 على ما أظن نعم. سرقة الجنود بعضه نعم. سرق بعضه سرق وبعضه قيل بأنه تم حرقه، ولكن عملية الإحراق لاش كأنها عملية تمويه للالتفاف حول عملية نهب لا زالت مستمرة مع الأسف لموروث هذه المنطقة من العالم، والتي تزخر بموروث مادي ولا مادي قوي وقوي للغاية. هذه المنطقة بحاجة إلى أن تصطلح مع ذاتها وأن تعرف بأن قوتها كما ذكر الأستاذ في تقوية هذه الجبهة الداخلية. فمنطقة الساحل آلامها وأمالها واحدة، يجب أن تعالج هذه الآلام وأن تعالج هذه الاختلالات الموجودة فيها، خاصة أنها منطقة هشة جدا تنخرها كثير من الأمراض. ثم بعد ذلك تستطيع أن تتطلع إلى 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 أمل وإلى مستقبل أفضل، لأنه من المشكلات التي يجب أن تعالج في هذه القارة هي مشاكل التنمية التي تقف وراء كثير من مشاهد الخراب الذي نشاهده في نعم. أفريقيا، لأن بعض الناس لا يعرفون لا ينتمون إلى الجماعات الإرهابية لا لشيء إلا لأنهم لا يجدون ما يأكلون، لأنهم فقراء وكذلك يجعلونهم مرتزقة بالضبط. ويذهبون إلى نعم. نعم. هذه الجماعات التي تنشط في هذه المناطق هل هي معروفة أم بخلاف بوكو حرام التي تمنع طلبة المدارس أو طلبة التلاميذ الصغار من الدراسة، وترى أن هي بوك يعني بالفرنسية الكتاب نعم. الذهاب إلى المدرسة حرام نعم. لا هي 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 هذا هذه الجماعات الإرهابية معروفة في المنطقة معروفة بأسمائها وبرموزها وبشخوصها، وهي تحاول أن تستغل العاطفة الدينية لتعمل على تجنيد الناس فقط. أما في حقيقة الأمر هي ليست صاحبة مشروع ولا تدافع عن حقيقة دينية إلا في الوهم الذي يعطى إلى الناس. أما حقيقة الأمر فهي ارتباطات بجهات أجنبية كثيرة جدا. يكفي فقط أن نقول بأن هناك تنظيم قام في هذه المنطقة لا لشيء إلا ليعادي دولة الجزائر. هل يوجد تنظيم نعم. صاحب مشروع يقوم على معاداة دولة نعم. يعني تحس بأن هناك تسييس وهناك مخبرية في إنتاج بعض المنظومات التي يراد بها الإساءة إلى هذه الدول. نعم، وهذا ما يحلنا لطرح السؤال على الدكتور رابح العروسي المحلل السياسي. عندما نجد تواجد هذه الجماعات الجريمة المنظمة طلب الفدية، كل هذه الأمور هي التجارة غير الشرعية التهريب، كل هذه الأمور هي تغذي مصالح أخرى قصدها أنه زيادة الفقر في المنطقة، زيادة تجنيد الشباب الذين هناك من يذهب منهم إلى الهجرة غير الشرعية وهناك من يجند كمرتزق. نعم صحيح، هذه التنظيمات الإرهابية اليوم تشتغل من أجل استنزاف قدرات وخاصة القدرات البشرية للشباب الذين يغرر بهم، وخاصة أعتقد أيضا نتساءل لماذا، لأنه تغيب الحاضنات وتغيب الفضاءات التي تحتوي شباب المنطقة، وخاصة في وجود فقر واضح، في وجود اختلاف كبير في البنى التحتية داخل المنطقة، في وجود غياب مقاربة تنموية تستطيع هذه الدول أن تنهض باقتصادياتها. على هذا الأساس أن الجزائر تجد نفسها أنها مرغما عليه أنها تشتغل على مقاربة تنموية في وجود مقاربة أمنية لا غبار عليها، نتفق على في إطار التعاون الأمني والتنسيق الأمني. أيضا اليوم المقاربة التنموية هي من بين أحد المحاور الأساسية على سبيل المثال في اتفاق المصالحة في مسار الجزائر في مالي، لأنه اليوم التفاوت التنموي ما بين شمال وجنوب مالي هي ممكن النقطة الأساسية التي يعني أفاضت أسوة والتمرد الذي وقع هو في المنطقة. اليوم هذه الجماعات الإرهابية ولو أنها
ليست لها مشروع كما قال الأستاذ، لكنها للأسف الكبير أنها تزيد من استنزاف حتى قدرات الأمنية للجيوش في المنطقة الإفريقية، لأنه ندخلنا في مسألة مواجهات استنزاف الاقتصاد أيضا. نعم استنزاف الاقتصاد ودخلنا في مواجهات، الأمر الذي يستدعي من الجزائر وحتى الدول الساحل أنها تضاعف جهودها الأمنية من جهة، وأين على حساب الشق الاقتصادي، الشق الاجتماعي، الرعاية الصحية، المستوى التعليمي. أعتقد كلها يعني قطاعات تحتاج جلسة، تحتاج تنسيقا قويا، تعاون قويا، ولما لا أن تتبادل الخبرات، ولما لا أن الجزائر في إطار تقديم المعونة، في إطار وقوف الجزائر إلى جانب الأشقاء في مالي وحتى الإنفلين في ليبيا، من أجل دحر يعني كل يعني والتقليل من الفجوات التي تشتغل عليها التنظيمات الإرهابية. أيضا في المقابل المركب الأمني اليوم اللي الجزائر تشتغل فيه يشتغل على أساس أنه الأمن المنطقة اليوم ضروري كيف نؤسس مركب أمني قوي من خلال تقوية القدرات الأمنية داخل هذه البلدان. أيضا حتى الجيش المالي في النيجر، كله تحتاج يعني تدعيم للقوات الأمنية من خلال بناء شراكات، بناء التعاون الأمني. وأعتقد هناك قيادة الأركان المشتركة في الساحل، أعتقد هو مقرها في جانت أعتقد، يعني اليوم تؤسس لهذا العمل حتى تقوي هذه اللحمة، لأنه في الأخير منطقة الساحل إذا لم يتحدث عليها أبناؤها وقيادتها فلن ننتظر يعني من العمل الخارجي حتى يشتغل. الشاب الإفريقي نلاحظ أنه أصبح عنده وعي من خلال رفضه للتدخل الفرنسي في بلدان هنا كانت رأيناها في بوركينا فاسو، في أتشاد كذلك، وفي مالي. وهذا نتيجة السلوكيات الغير مقبولة والغير الشرعية للجنود أو تواجد الجيش الفرنسي في المنطقة، الذي لم يأتي الذي جاء بصفة معينة بحجة معينة، لكن تبين أنه يشتغل لأجندات معينة مثل مسألة الفدية مع الإرهابيين وغيرها. الأمر الذي جعل اليوم الأثناء شيء إيجابي ويثمن أنه أصبح اليوم الصوت الإفريقي يطالب بانسحاب للمستعمر السابق القديم من أجل ترك المالية وترك الأفارقة لبعضهم من أجل إيجاد حلول وأرضية مشتركة للتوافق. اليوم أيضا مسألة هامة ضرورية على الأفارقة أيضا الرجوع إلى المقاربة الدستورية، البناء الدستور، المؤسسات الدستورية في هذه البلدان على رأسها مالي. اليوم غياب مؤسسات شرعية في مالي تجعل مالي يعني مالي بعيدة على القرار السياسي الصحيح، حتى على التعاون مع من نتعاون، مع من نشتغل، مع من نقدم يعني توافقات وبناء مؤسسات. لابد من عودة الحياة الدستورية لهذه الدول حتى تكون كشرعية، شرعية شعبية وشرعية دستورية لبناء المنظومة القانونية، المنظومة الدستورية، حتى المنظومة الأمنية، لأنه في الأخير تبقى المنظومة الأمنية أهم عمود فقري في التعاون ما بين دول الساحل. وهذا أيضا بطبيعة الحال في وجود إرادة سياسية. والجزائر من المنظور أن الجزائر دولة ترعى السلام وتصدر الاستقرار، أنها لن تتخلف في دعم الجهود السياسية والجهود الدستورية والجهود الفرق السياسيين في مالي وفي غيرها من أجل العودة إلى طاولة الحوار، وخاصة في إطار المقاربة الدستورية، مقاربة الدبلوماسية الجزائرية، أنها دائما تبحث وتجنح إلى الحلول السلمية بعيدة عن لغة السلاح ولغة العنف. نعم، نعود إلى أدرار عبر الهاتف والبروفيسور والروائي حاج أحمد صديق الزيواني. سيدي الفاضل، قبل قليل كان الخط أو الصوت لا يصلنا جيدا، تحدثت عن حماية الموروث المادي واللامادي وخاصة الشفوي. هناك عدة أمور ثقافية موجودة في هذه المنطقة إلا أنها لم تدون. نعم، هو الإشكالية يعني الموجودة عندنا في الثقافة الجزائرية عموما وخصوصا في الثقافة العربية بصفة عامة، وهو أن المثقف أو النخب المثقفة طبعا، ولعل هذه من مخلفات الاستعمار كذلك، دائما الإشكالية موجودة عندنا في الدول الإفريقية وفي الدول المستعمرة التي كانت تحت طائلة الاستعمار، هناك ترصبات ومخلفات الاستعمار. من هذه المخلفات وهو أن دائما الانتلجنسيا أو النخب مثلا عندنا في الجزائر تنظر إلى إفريقيا على أنها بؤرة للبؤس، للفقر، للانقلابات السياسية، للأوبئة، للأمراض وكذا. طبعا في المقابل دائما هذه النخب تنظر إلى الفضاء المتوسط على أنه هو شعاع الضوء، هو شعاع النور، هو الفتح كذا كذا، باعتبار أننا غيبنا في مخيلتنا نحن نخب المثقفة وخاصة الكتاب. أنا أتحدث بصفة كاتب، أتحدث عن الكتاب. طبعا
طبعا هذا الجوار أهمل. طبعا الرواية الجزائرية ربما المتن الوحيد يعني بكل تواضع والعربية والعربية كذلك. دكتور دكتور أتأسف ورواية منا قيم الشتات الصحراء. نعم. نتمنى نتمنى من المستمع أن يقرأ مثل هذه الروايات. البروفيسور يعني سيدي طبعا غيبت عنها تلك الكنوز والمناجم الموجودة بتلك المنطقة طبعا. نعم. عندما شكرا شكرا أدركنا طبعا. الوقت البروفيسور والروائي حاج أحمد صديق الزيواني وعفوا عن المقاطعة بعجالة سيد بزاز الخميسي الأمين العام لرابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل. هل لديكم ملتقيات في المستقبل القريب؟ بإذن الله تعالى لدينا ملتقى إن شاء الله قبل نهاية هذه السنة وهو سيحاول أن يسلط الضوء على بعض ما دار في هذه الحلقة. سبحان الله العظيم سنحاول أن نتحدث على بعض الاستقطابات الحاصلة الآن في العالم في ظل هذه التغيرات الكبيرة التي يشهدها هذا العالم وذلك بغيت نشر الوعي في دول الساحل. هل تعتقد أنه ما تقوم به الجزائر سيد ربح العروسي من تنمية اقتصادية في هذه المنطقة خاصة أنبوب الغاز الذي سيأتي من نيجيريا إلى الجزائر وكذلك طريق صحراء العاب للصحراء سيكون؟ نعم صحيح. اليوم أعتقد أن الجزائر انخرطت في مقاربة تنموية هامة جدا وخاصة تقوية الجبهة الاقتصادية ولما لا حتى نأس إلى فعل اقتصادي إفريقي 100%. شكرا جزيلا لكم الدكتور بزاز الخميسي الأمين العام لرابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل والدكتور رابح العروسي محلل سياسي ومن أضرار كان معنا عبر الهاتف البروفيسور والروائي حاج أحمد صديق الزيواني ونعتذر عن رداءة الصوت الذي كان يصلنا. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.